بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نحن دوما في الموعد اون تايم عبر قناه اون تايم سبورتس. محدثكم محمد الشاذلي يطل عليكم من جديد في واحده من مباريات دوري نايل في نسخته رقم 65، وتحديدا ثاني لقاءات الاسبوع ال 31 بين البنك الاهلي وسيد البلد الاتحاد السكندري في مواجهه مهمه مرتقبه. البنك الاهلي من اجل الضمان التواجد وسط الكبار، والاتحاد السكندري من اجل مصالحه جمهوره على خلفيه النتائج السلبيه في الاونه الاخيره. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، البنك الاهلي اللي امامنا طاقم يشبه طاقم نهضة بركان لو تتذكروا المغربي، الطاقم البرتقالي والشورت الأسود، بينما الاتحاد السكندري اليوم يتخلى عن الطاقم الأخضر ويرتدي الطاقم الأبيض بالكامل. بنك الأهلي في رصيده 33 نقطة من 9 انتصارات و6 تعادلات و15 هزيمة، 46 هدف واهتزت شباكه 44 مرة. تشكيلة بتضم أحمد صبحي في حراسة المرمى، خط الظهر محمد عبد الغني وأمير مدحت وعاصم صلاح، وسط الملعب بسيوني والنادري ومحمد فتحي وإسحاق يعقوب، وفي الأمام مثلث قاعدته محمد هلال كريم بامبو وياو النور التوجولي. بينما الاتحاد السكندري اللي تشكيلي اللي احمد ساري امامنا في الصوره، مهدي سليمان، تونسي سيفت قاو، محمود الشبانه في اليمين، شريف رضا في الشمال، كريم الديب وسط الملعب، مورو ساليفو وعمر الوحش وفرانك الن، مثلث هجومي ايضا قاعدته الغندور وميسي احمد ميسي، وفي الامام مابو لولو. اللقاء زي ما حضراتكم شايفين يقام على صرح مصر الرياضي العظيم استاد القاهره الدولي امام اعين حكم اللقاء السيد احمد الغندور اللي بيعاونه سمير جمال واحمد عادل عبد الفتاح، معاهم محمود وافع حكم رابع، وائل فرحان حكم الفيديو، ومحمود الدسوقي مساعد حكم الفيديو. ظهوره التاسع امامنا في الصوره الغندور 39 سنه، ثاني ظهور له مع كل فريق، وفي اول ظهور ليه مع كل فريق انتهت المباراه بالخساره. خسر البنك في لقاء بيراميدز، وخسر الاتحاد في لقاء الزمالك، يومها خسر الاتحاد 3-0. انطلقت صافره احمد الغندور، تحضير من لاعبي البنك الاهلي، طوليه بلا جس نبض يطلع على طول المدافع سيفتكا، تطلع الكره رامي التماس، نفس رصيد عبد الله الصاوي لاعب القناه، اللاعب عاصم صلاح يلعب كرته طوليه تروح لياو النور، غريبه من شبانه، عدت ياو النور، وادي التصويبه، لكن على طول التاكلينج من سيفتكا يطلع الكره الى رامي التماس. بين بامبو ما شاء الله عنده سرعه مميزه، واحد على واحد يبقى الموضوع خطير جدا جدا جدا. مارو ساليفو حطها ليه ميسي، خرجش احمد صبحي، ميسي يعمل العرضيه، لكن امتياز لامير مدحت، امتياز لامير مدحت في اللقطه اللي فاتت. لكن شوف ميسي بيسرق الظهير الايمن هنا، اللاعب محمد عبد الغني اللي بيميل في الجبهه اليمنى، ويعني بيسبب متاعب لدفاع البنك الاهلي. هو اللي عنده الحلول ميسي لعمر، عمر في الشمال لفرانك الن، عنده ثقة بنفسه الكاميروني، وادي التصويبة على طول، امتياز لأحمد صبحي. لبسيوني هيعمل عرضية من بدري، بسيوني يا ولد يا شبانة، يا ولد شبانة ولا سيفت قاع عشان ندي كل واحد حقه. ادي على طول مارو ساليفو يطلع اللي فاتت، خماسي بالقميص البرتقالي بيهاجمه، ادي على طول اسحاق يعقوب، لكن يا ولد في اللقطه اللي فاتت محمود شبان، اسحاق يعقوب لسه جاب على القدم اليسرى يعمل كروس، لكن يطلع على طول المهدي بالبوكس لانها كانت صعبه ومشتركه، حطها لمارو ساليفو يطلع كورته على طول، عمر الوحش يحطها في الجبهه اليسرى عند كريم الديب، وفي هذه الاثناء يطلق الدولي احمد الغندور صافرته معلنا نهايه احداث شوط اول مثلما بدا. نتيجه المباراه تعادل سلبي بين الاتحاد السكندري مضيفه البنك الاهلي في لقاء لم يبح بعد بكامل اسراره. لذا تابعونا مع مطلع احداث الشوط الثاني، محمد الشاذلي يقول لكم الى لقاء. شوط بالاهداف، تعادل سلبي بين الاتحاد السكندري ومضيفه البنك الاهلي في شوط غلب عليه الحذر والخوف من استقبال اي هدف لكلا الفريقين. قبليها شفنا فاركو طلع الجيش قبل هذا اللقاء، وايضا تعادل سلبي، ولو كان 0-0 رجلا لقتلته. لو في اي طريقه نقضي بيها على نتيجه 0-0، فيعني نفسي اتمنى بالذات في الدوري المصري ماتشات كثيره 0-0، اتمنى الفيفا يعني يشوف في قادم السنوات حلول لكيفيه تفادي نتيجه 0-0 بالذات في مباريات الدوري. ما تشوف التوب 5 تلاقي يعني كونغولي 14 هدف، مصري حسام اشرف مع البلديه 12، ثم انجولي وتوجولي 11 لكل، وفلسطيني وسام ابو علي 10 اهداف. مشكله كبيره جدا لحسام حسن المدير الفني للفراعنه لما يكون التوب 5 منهم واحد فقط مصري.
أزمة كبيرة طبعا بيشهدها يعني خط الهجوم في الدوري المحلي للدوري المصري للعيبة المحليين. طبعا اللعيبة المحترفين البركة في المحترفين صلاح ومصطفى ومرموش وأيضا تريزيجيه، لكن محليا بنفتقد للمهاجم اللي عنده النجاعة الهدفية النجاعة التهديفية والتسجيل بشكل كبير. خالد الغندور أول فرصة للاتحاد السكندري اختل توازنه يلعب الكرة تطلع الكرة على طول إلى ضربة مرمى. موجود ناصر ناصر، موجود فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، بواتينج، تشوف ميسي 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 عدى ميسي عدى ميسي عبد الغني لعبها بواجه القدم الخارجي لكن ما فيش التكملة مش موجودة عند إسحاقو يعقوبو. هلال لإسحاقو تدرج بالهجمة بامتياز وادي ياو النور خطف ياو النور لكن من سوء حظه ومن حسن حظ المهدي سليمان يرد أو يردتين على يمين القائم الأيمن للمهدي سليمان. لكن شوف الهجمة وكم لمسة عملوها لاعبي البنك الأهلي اتحطت لياو النور خطف على القريبة مهاجم بارع ياو النور لكن يعني يتفرج عليها المهدي سليمان. لو في المرمى هدف من الغاني للتجولي حوار غرب إفريقي شوف التوجيه هنا ما كانش أحسن حاجة من ياو النور، كان ممكن البنك الاهلي يغالط الاتحاد ويودع اول هدف في مرمى الاتحاد السكندري. شريف رضا يلعب العرضيه يطلع على طول محمد فتحي الوحش ضغط من بواتينج تنزل لشريف رضا شريف عدى شريف يحطها لبنجامين بواتينج لكن تطلع على طول الكره الى رامي التماس. اسحاقو يعقوبو اسحاقو يحطها يا ولد ليو النور ياو النور ياو النور ياو النور خطير التجولي يحطها المدبولي مدبولي البسيوني يا ولد يا مهدي مش ممكن يا النور مش ممكن يا النور مش ممكن يا النور لكن اتلعبت على طول من احمد مدبولي بانكار ذات واللي بداها هو ياو النور وهو اللي انهاها الفولو والمرمى فاضي لكن ياو النور يتيح بالكره خارج المرمى من حسن حظ جمهور نادي الزمالك نادي الاتحاد ودعوات جمهور نادي الاتحاد في اللقطه اللي فاتت الكره على طول تعلو عارضه الحارس المهدي سليمان. شوف هنا بسيوني حطها وادي ياو النور مش ممكن مش ممكن في اللقطه اللي فاتت مش ممكن ياو النور يطيح بالكرة خارج مرمى الحارس المهدي سليمان والحارس يعني كان واقع على الأرض المهدي سليمان وكان عمر الوحش بيعمل التغطية وكان المرمى خالي من المهدي سليمان وكانت سهلة جدا لياو النور من غير ضغط ومن غير ما حد يضغط عليه. محمد هلال لاعب مبدع يحطها المدبولي مبدع آخر مدبولي يا ولد يا مهدي يا ولد يا مهدي إنقاذ الأسبوع من المهدي سليمان. لسه بقول مدبولي مبدع آخر لعنده هدف وحيد لا يجسد أبدا قدراته الهجومية والتهديفية مدبولي هذا الموسم مع البنك الأهلي يطير المهدي سليمان يطلعها من المقص يا ولد يا ولد يا ولد يا أحمد يا مدبولي. محتاجين نشوفها مرة واثنين وثلاثة وتاخد حقها من الإعادة من خلف المرمى ومن جنب المرمى ومن فوق المرمى مواجهة للمرمى يا ولد يا ولد يا ولد يا مدبولي يا ولد يا مهدي يا ولد يا مدبولي يا ولد يا مهدي. شوف الإعادات من كل الزوايا مخرج اللقاء مش مخلف نفسي حاجة أدي التصويبة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مهدي يا الغندور يلعب الضربة الركنية خروج خطأ من أحمد صبحي لكن يا ولد يا ولد يا ولد ده مين ده عبد الغني ينقذ فرصة هدف محقق ويتفادى خطأ أحمد صبحي ده دينجرس بلاي حين أول ما صفر ما كانش رافع إيديه لكن المهدي سليمان قاعد يبوش انه ينتزع قرار سليم من احمد الغندور. تفاصيل بسيطه وبالتالي يعقوبو يعمل عرضيه وادي الراسيه والمهدي يا ولد يا ولد يا ولد ربما اخر فرصه ربما اخر فرصه احمد عادل عبد الفتاح المساعد الثاني بيصير على 10 ياردات فوزي الحناوي ماتش كما بدا نتيجه البياض لو كان 0-0 رجلا لقتلته. فوزي الحناوي يلعب العرضية يخرج على طول ياو النور وفي هذه الأثناء يطلق السيد أحد للفريقين سلبيا كما كانت نتيجة الدور الأول عدم رضا مع صورة لطارق مصطفى نقطة لكل فريق البنك الأهلي التعادل السابع الموسم الحالي والنقطة الـ 34 عقدة عدم الفوز تاريخيا على الاتحاد في بطولة الدوري ما زالت مستمرة ليس بعد يقينا البنك الأهلي حاضرا في النسخة 66 ما زال ليس مؤكد على الفريق الحصول على نقطتين على الأقل في آخر ثلاث جولات لضمان البقاء وسط الكبار في حين سيد البلد تعادل هو الـ 12 الموسم الحالي أكثر الفرق الدوري تعادلا يتمنى علي الفوز للقاء الـ 11 على التوالي يرفع رصيده من نقاط إلى النقطة 39 صحيح وضعية أمنة في جدول الترتيب لكنها بالتأكيد لا تليق بتاريخ وشعبية النادي العريق المهدي سليمان هو ما فيش غيره مان أوف ذا ماتش بكل جدارة وابتسامة عريضة من المهدي سليمان.